بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم من جديد. وهذا الشابتر القبل الأخير في رحلة هذا الفصل، نتكلم به على الكينونز. الكينونز هم طبعا واحدة من السكندري ميتابولايتس وأيزوليتد بشكل رئيسي from plants و having ال hexacyclic saturated زي ما احنا شايفين هنا في الفيجر. في عنا الداي 1 or داي كيتون سيستم، عنا هنا الداي كيتون سيستم. They are generally derivative from oxidation of hydroquinones، المادة الرئيسية، ولح نشوف توابعها بعد قليل. وهذه الهيدروكينونز أو الكينونز هي widely distributed chemistry في البنزوكينونز، النفتوكينونز، الأنثراكينونز، وهذه المجموعة الأكثر استخداما، والبوليكينونز. لو بدنا نشوف خصائص كل واحدة كده هذه الأنواع من الكينونز، ممكن نحكي إنه البنزوكينونز هما groups of compounds containing two carbonyl groups. عندنا النفتوكينونز هما الأكثر تواجدا في الفانش بكونوا وفي الهاير بلانتس، و from chemical point of view في عنا two carbonyl groups on one nucleus اللي هو bicyclic. يعني الأنثراكينونز برضو مشهورة في الفنجر ميتابولايتس، وهذه الأنثراكينونز هم tricyclic، وفي عنا two carbonyl groups usually في الرينج B بكون في البارا بوزيشن. وعندنا البوليكينونز هدول عبارة عن ديميرز في من different types of كينونز. في بعض هذه البوليكينونز في عندهم mix origin، يعني ممكن مش شرط يكونوا بس طبيعيين. عندنا هذا مثال لطبيعة type of structures للكينونز. mainly one عندنا الأربع بنزوكينونز والدايكينونز، وحكينا عندنا مجموعات الأنثراكينونز اللي هي الثلاثية بنلاقيها زي في عندنا الأنثرسين 9 و10 ديون، هذا المركب الرئيسي تبع المجموعة. بالنسبة لعملية الخواص وعملية الإكستراكشن، طبعا أهم إشي لازم نعرف إنه هما عبارة عن أوكسيديشن ريجنس، بعدو بيتأكسدوا بسرعة. موضوع السولوبيليتي هما نون سولوبل إن ووتر وسولوبل إن أورجانيك سولفنتس. السيباريشن عادة بكون عن طريق الكروماتوغرافي تكنيك TLC في الأغلب Thin Layer Chromatography. الجلايكوسايدز هدول بكون طبعا بما أنها جلايكوسايدز فبتكون صلوبين in water، وبالتالي ممكن نستخدم الهيدروالكوهوليك solutions في عملية الإكستراكشن. في بالنسبة للنتائج اللي بنحصل عليها، في أن various color reactions ممكن تميز مجموعات الكينونز بشكل عام. واحدة من أهم هذه التفاعلات اللي هو البورنتريجر رياكشن، ولازم يكون في وسط قاعدي، والكلر بدينا إياه رينج depend on the structure. وأشهر هذه الألوان اللي ممكن يعطيها اللي هو من الأورانج ريد لحديد البيربل فايولت.
هذه الرينج حسب طبعا طبيعة المواد المستخدمة. إذا الـ specific reagent عندي هو مين؟ هو الـ Born Trigger reaction. الـ biological activity بشكل عام مجموعات الأنثاكينون زي ما حكينا هي اللي تستخدم في الثيرابي، وتحديدا 1.8 داي هيدروكسي أنثاكينونز، وتستخدم في كلاكسيتيف اند بيورجاتيف. كل مستحضرات اللي بتشوفوها في الطبيعة سواء كانت طبيعية أو نصف مخلقة هي من هذا المركب من مجموعات الأنثاكينونز. كل اللاكسيتيفز اللي بتسمعوا عنها أغلبها أو يعني الميجر تبعها هو من مجموعة الأنثاكينونز، وتحديدا 1.8 داي هيدروكسي أنثاكينونز. طبعا في لازم نفرق بين لاكسيتيف وبيورجاتيف. لاكسيتيف هو المسهل، والبيورجاتيف هو المسهل شديد جدا. هنشوف بالأمثلة أكثر وضوحا تبعيات أو الكونسيكونسز تبعت هذه اللفظين أو المعنيين. بالإضافة لللاكساتيف والبيورجاتيف، هو يعتبر أنتيسيبتيك وأنتي بكتيريال إيجنت، يستخدم كثير في اليو تي آي تحديدا، كثير من المشاكل اللي بتعرض لها من جراثيم أو بكتيريال أو فانجل إنفكشن. السينتيتيك هيدروكينونز يستخدم في الدرماتولوجي، بعيد خالص عن موضوع اللاكساتيف والبيورجاتيف، يعني بيستخدم اكسترنال. وكنا بنسمع عن الهيدروكينونز واللي بيستخدموا لها وصفات التبييض وتبييض البشرة وتفتيح البشرة وكل هذه الأمور، وطبعا هذه لا ينصح بها لأنه الهيدروكينون بدي نتائج سريعة وعكسية. بمعنى أنت بتعمل مثلا الكريم بتحط فيه الهيدروكينون بدي نتائج فورية مذهلة مبهرة في تفتيح البشرة، ولكن زي ما حكينا في أول الشرح هم أوكسيديتيف رياجنز وبتأكسد على طول، وتتحول هذا موضوع التفتيح إلى نقمة، إلى يعني بيغمق أكتر البشرة، وبالتالي دائما تشعر السيدة أو المستخدم إنه بحاجة دائما لوضع المزيد من هذا السينتيتيك هيدروكينون، وبالتالي طبعا غير محبذ وغير مفضل استخدامه. كالعادة ننتقل إلى الكينونز كونتيننج دراجز، وهو المحطة إن هي السنة، واحدة من أشهر المستحضرات الطبيعية في العالم أجمع، وإنها في العالم العربي في قطاع غزة هي السنة أو ما يعرف بالسينامكة أو السينامكي. الكاسيا أنجوستيفوليا هذه الزهرة الصفراء الجميلة، لكن تحمل في طياتها العديد من إيش المشاكل. تراديشنال ميديسين كانت تستخدم لاكسيتيف، وبتلاحظوا كلمة لاكسيتيف فقط لا غير، معناته في لم تستخدم as a purgative. تعال نشوف بعد هيك إيش صار فيها. الفيتوكيميكالز طبعا فيها الأنثراسين ديريفاتيفز، يعني مجموعات الأنثراكينونز، وتحديدا عندنا ما يسمى بالسينوسايتس، سينوسايت A وسينوسايت B، وكذلك في عندنا C و D. في عندنا النفتاكينونز كذلك، في عندنا بالإضافة لهاي المواد بعض الفينولز اللي أخذناهم زي الفلافونويدز، تانينز، reducing sugar saponins، cardiac glycosides، هذه يعني مهمة جدا، steroids وإيش والكالوئيدز.
وجود هذه الفاريتي من الكيميكال ستراكشرز اكيد بدها تخلي السيراميكا ضمن محاذير عديدة، وضمن اكيد فاليو معينة، قيمة معينة يجب ايش نعرفها كويس. خلينا نشوف، ننتقل للبيولوجيكال اكتيفيتي. هذه السينوسايد A وهذه السينوسايد B، وهدول بعض المركبات الموجودة في السنة. نيجي للبيولوجيكال اكتيفيتي. طبعا بما انها انتراكينون فهي اكيد لاكسيتيف ايجن، لكن هنا بتعتمد على مين؟ على كمية هذه الأوراق السنة المستخدمة. طبعا المادة الفعالة اللي هي السينوسايد شفناهم A و B، هم المسؤولين على مين؟ على الفارماكولوجيكال بروبرتيز، هم اللي بدو يدوني اللاكسيتيف ايجنتس. إذا استخدمتها بالجرعات البسيطة، الجرعات القليلة. ما معنى جرعات قليلة؟ يعني لأنه أغلب الناس متعودة تشتري هذا السمنة من العطار، فبنقولها بالوصفة الشعبية، الأوراق السمنة تؤخذ عدد 5 إلى 7 أوراق فقط لا غير، وهذه الـ5 أوراق أو 7 أوراق توضع في لتر من الماء، وتبقى في منقوع في هذا الماء لمدة 8 إلى 10 ساعات، وبعد ذلك يؤخذ من هذا الماء فقط ملعقة صغيرة لمدة 3 أيام. خلينا نشوف إيش بده يصير كتفاعل من السينوسايد في هاي الطريقة. بيحصل عندي اللاكساتيف إفكت، وهذا بيصير عن طريق inhibition of water and electrolytes absorption، وهي بحد ذاتها هي مشكلة لأنه بيمنع امتصاص الماء والمعادن الموجودة وفي اللارج انتستن، وبالتالي بيزيد الفوليوم تبعه، بيزيد الحجم تبعه، حجم اللارج انتستن، وهذا بيؤدي لوجود بريشر، ضغط، حتى تخرج الفضلات والكونتنت من هذا اللارج انتستين. بتحصل هنا عملية ستيمولاشن نتيجة البرشر للكولون موتاليتي، وبيحصل عندي بروبالسيف كونتراكشنز، يعني بقبضات متتالية حتى يتم ايش طرد هذه الفضلات بسرعة. هذا في الجرعة البسيطة اللي تكلمنا عليها أو الجرعة الصح، إنه ناخد 5 لـ 7 أوراق، لكن للأسف اللي بيحصل إنه الناس بتاخد كميات رهيبة، كميات كبيرة من أوراق السيناميكي. أساسا هي ما بتعرف كم عدد الأوراق لأنه بيشتريوا مطحون، وبياخدوا ملعقة صغيرة من مطحون السنة. تخيلوا هاي الملعقة الصغيرة عبارة عن كم ورقة. أكيد هذا الميكانيزم حيحصل لكن بكمية إيش أكبر أو بصورة أقوى، وبالتالي inhibition of water and electrolytes absorption بده يتم بصورة أكبر، وهذا يؤدي إلى الجفاف. عملية البرشر لللارج انتستين حتتم بصورة أكبر، عملية الستيميوليشن للكولون موتيليتي حتكون أكبر، وأكيد الكونتراكشنز حتكون أشد وأقوى. وهذا معناه أنه دخلت هذا المريض، والتحديد إذا كان من كبار السن، لإيش؟ لا يعني خطر كبير جدا. أولا الجفاف، عدم السيطرة على عملية الإسهال، وهنا دخلت فيه مش لاكسيتيف، دخلت فيه بيورجاتيف، ونقص المعادن وتحديدا البوتاسيوم بيؤدي لمشكلة في الهارت، بيصير عندي هايبوكاليميا، وبيصير
أغلب الناس اللي بيتناولوا السمنة بتلاحظوا عندهم مشاكل دائما في ضربات القلب. ذكرنا في الكيميكال كونتنس إنه السمنة تحتوي على الكالويدز، وبالتالي لا يجوز استخدامها بشكل دائم، لأنه نسبة الألكالويدز هذه وإن كانت قليلة لكن ممكن أن تعمل إيش مشاكل. بالإضافة للي إحنا حكينا اللي هو البيوركاتيف أكشن. كونترا إنديكيشن، أول كونترا إنديكيشن هما الويت لوس، وللأسف يعني كل وصفات التخسيس بتلاقوا فيها سيناميكي. تروح على السوبر ماركت في شاي اسمه شاي الرجيم، ومن اسمه الرجيم، وتطلعوا على المحتوى بتلاقوا فيه سيناميكي. هذا كله للأسف يعني اتجاه خاطئ، كله يضر بصحة الإنسان، وشفنا ليش، لأنه بيعمل جفاف، ريسك لل حتى بكون في بعض الأحيان ريسك للإكسبلوجن أوف إنتستاين، وهذا مشكلة كبيرة. إذا كان في عنده مشكلة في الأبندسايتس فبصير في عندنا خطر كبير جدا إنه يصير في عندي انفجار لهذه الأبندسايتس الزايدة، وبالتالي يعني مش معقول عشان واحد يخس 2 3 ولا 5 كيلوغرام يعرض كل جسمه للإيش، للخطر. كذلك الشيلدرنز الممنوع إلهم والجرياتريكس، يعني لاحظوا أهم 2 اللي هو الويت لوس والجرياتريكس، يمكن أكثر 2 بيستخدموا مين؟ بيستخدموا السنة. لو نيجي بدنا نحسبها أكثر 2 بيستخدموه هما تبعون التخسيس وتبعون إيش كبار السن، وهما الممنوعين من هذه من استخدام هذه النبتة. أكيد البريجنانت طبعا، لأنه بكون عندي ريسك أوف أبورشن. الانتستينال أوبستراكشن، تخيل يكون في عندي أوبستراكشن في الانتستينال وعمال بيصير عندي كونتراكشن في نفس الوقت، يعني هذا اللي حكيت عنه، بكون في عندي ريسك أوف إكسبلوجن. الأكيوت إنفلاماتوري انتستينال ديزيز أكيد، وهي هي إجانا اللي هو الأبندسايتس طبعا، لما يكون في عندي التهاب زايدة فبصير زي ما حكيت ريسك لانفجار. الانديكيشن بتلاحظوا بنقول أكيوت كونستبيشن، يعني أنا بستخدمها بس للطوارئ، لحاجات يعني طارئة جدا، لمرة واحدة ليوم واحد أنهي في مشكلة قبل ما أعرف أسبابها. قد يكون هذا الشخص يعني لا يشرب الماء، لا يتحرك، لا يأكل ألياف، وكثيرة هي أسباب الكونستبيشن. الانديكيشن برضو لما يكون في عنا بحاجة إلى ايفاكويشن نتيجة تناول مثلا بعض الصبغات، بعض الأشياء السامة، في بعض الوصفات اللي بتنشرب للتشخيص عادة، وبيحتاج بعد هيك الطبيب مثلا إنه ما تضلها في الجسم عشان ما تضر المريض، فبيلجأوا للسينوسايتس كوسيلة للإيفاكويشن. هيربال دراج انترياكشن مهم جدا في قصة السمنة، أولها مع الديجيتاليس جلايكوسايدز، وهذا كتير مهم لأنه بعمل استخدام المطول للسمنة. وكل اللي للأسف لما تسألوا الجيرياتريكس ولا تسألوا طبعا الرجيم حتلاقوا إيش إنه بيستخدموه في فترات طويلة، قلنا بيصير في عنا هايبوكاليميا، وهذا بيساعد إنه يصير في عنا زيادة توكسيسيتي لمجموعات الديجيتالس.
يعني إذا كان المريض بياخد دواء اسمه دايجوكسين، فمشكلة كبيرة ياخد معه كمان اللي هو السينوسايتس. الاستروجين كذلك بكل الفعالية تبعته في حال استخدام السنة، وبالتالي هذه مشكلة بيأثر على كثير من القضايا الهرمونية والاضطراب الهرموني. ودائما بنقول الاستروجين هو عنوان لصحة المرأة، وتخيلوا مين الأكثر تناولا لشاي الروجين، برضو مين؟ برضو المرأة، وبالتالي تعرض حالها لمشاكل هرمونية استروجينية على وجه التحديد عالية جدا. الاندوميتاسين والاندوسيد وكل هذه القائمة تقل فعاليتها بوجود السنة. النيفيدبين وهو الكالسيوم شانل بلوكر كذلك بعمل تفاعل مع هذه المجموعة السنة، باستثناء الفيرابامير ما يعني بيصيرش فيه تفاعل، ولا ننصح باستخدام هذه المجموعة باستثناء الفيرابامير مع أدوية السينوسايد. منتج آخر هو الصبار الألويا، الألويا فيرا. اليوم من منتجات الألويا فيرا كثيرة جدا ومنتشرة، منها العصائر منها بالشكل الطبيعي، وأصبحت الناس يأخذون محتوى الجل الموجود في داخل هذا الصبار اللي هو هذا، تمام. كذلك يستخدم يعني أكثر شيء في السكين هيلر اللي هو في كل الأشياء اللي تخص البشرة بشكل عام. الألويين A والألويين B هما المين أنثاكينونز structures موجودة في الصبار. الإفكتس والإنديكيشن طبعا لاكسيتيف، أنتي بكتيريال، أنتي فايرال، للستومك انفكشن والسكين هيلينج. حكيت انه في اليوم وموجود عندنا في غزة اللي هو شراب الصبار، وزي ما انتم شايفين هنا بالصورة، وفي عنا إذا هذا كله يستخدم لأزلاكستيف وأنتي بكتيريال للمعدة للأمعاء، وكذلك للسكين هيلينج. طبعا وصفات عديدة وكريمات عديدة بتشوفوها في الصبار. اليوم في صبار برضو يستخدم كمعجون أسنان، وطبعا معالج للثة ومعالج لمشاكل البوكال أكتيف. عندنا نبات رائع جدا اسمه السينت جونز وورت، وهو الهايبريكوم بيرفوراتو، ومعروف باسم حشيشة القديس جون. هذا النبات من النباتات الرائعة، و هنشوف استخدام يعني منفصل وغريب عن مجموعات الأنثاكينونز. هو ليس بلاكسيتيف بالرغم انه هو في مواد او ينتمي لمين للأنثاكينونز. عندنا تو مين اكتيف انجريدينتس، الهايبر فورين والهايبر سين. الهايبر سين والهايبر فورين هذول المواد الرئيسية الموجودة في نبات الحشيشة القديس جون، بالإضافة للكلوروجينيك والكورسيتين ومجموعات أخرى، بولاتايل أويل، سنتونز، كل هذه موجودة في
هذا النبات. هذه الستركشرز للهايبر بولين والهايبر ليسين. بالنسبة لتأثيرهم أو البيولوجيكال أكتيفيتي، هذا الهايبريكوم هو responsible للبريك داون of chemical in the brain. يعني أنا هذا له علاقة في مين؟ في البرين، ملوش علاقة في الانتستين، وبالتالي له علاقة هنا في السيروتونين، النور إبينفرين والدوبامين، فهدول بعملهم بريك داون. الآن بدينا نستوعب إنه أو نتوقع إنه هذا النبات حيكون له علاقة في قصص التهدئة كمضاد اكتئاب، كمضاد للعصبية وما شابه، وهذا الكلام صحيح، يستخدم في التهدئة في حالات الهوت فلاشرز، وهذه الهبات بنسميها الحرارية اللي بتحصل عند النساء في سن اليأس، كذلك بتعالج البري منستور سيندروم البري منسترال سيندروم، الفيبرومالجية، الانكزايتي اللي هو القلق والفير، الدبريشن الاكتئاب، وكذلك فيت اوف الفيرال والبكتيريال انفكشن. اهم انديكيشنز موجودة لهذا النبات الرائع وهو السانتا جون وورس هو البوست مينوبوز، حالات الانكسايتي، وفي الأغلب المرتبطة في هذا الموضوع البوست مينوبوز، السوينج مودز برضو مرتبط في مين؟ في هذا العمر أو في مرحلة البوست مينوبوز. إذن كل ما يتعلق في مشاكل البوست مينوبوز بالمظاهر لها علاقة في السوينج مودز، التقلب المزاجي، الانكزايتي، النيرفوزيتي، الفير، البانيك، كل القضايا هذه كتير رائع لها هو سانتا جون وورز. إذن بنلاحظ إنه يعني اختلاف كبير بين السنة الألوية والسانتا جون وورز، وحبيت إني أحط لكم يعني أمثلة مختلفة. شفنا حتى الألوية بنقدر نعتبره عامل مشترك، لكن استخداماته اليوم شفناها في ديرماتولوجي للستومك بينز للأمور هذه مش بس لاكسيتر، وشفنا في الأخير اللي هو سانتا جون وورز كان خارج عن هذا الموضوع نهائيا وله علاقة في ليبري. يعطيكم العافية، وإن شاء الله نلتقي مع الشابتر الأخير ومجموعة الأوريسينولز والفلوروكلوسينولز كومباوندز.